قد يكون الإنسان خلق على هيئة معينة، هل يفيد الدعاء في تغيير تلك الهيئة شيخ صالح؟ إذا كان الإنسان مصابا بمرض فإن الدعاء له تأثير بإذن الله في شفائه من مرضه. أما إذا كان الإنسان مصابا في خلقته، أن تكون خلقته فيها شيء من النقص أو يكون معوقا في بعض أعضائه، فهذا يلتمس له العلاج، يلتمس له العلاج إذا كان له علاج، لأن التداوي أمر مشروع، تداوي بالمباح أمر مباح أو مستحب، بل إن بعض العلماء يرى أنه واجب. إذا كان لهذا النقص في الجسم في الصحة علاج عند الأطباء ومجرب وهو علاج مباح، فلا بأس أن الإنسان يتعاطى الأسباب التي فيها رجاء الشفاء. أما إذا كان هذا النقص الخلقي في أعضائه لا يفيد فيه العلاج، فعليه بالصبر، عليه بالصبر والاحتساب وعدم الجزع. الله سبحانه وتعالى يأجره على ذلك ويعوضه خيرا مما أصابه. جزاكم الله خيرا. كأني بالشيخ صالح ينصح أخانا بمراجعة الأطباء لاختبار ذكائه، فإذا كان طبيعيا فذلك من فضل الله، وإذا كان هناك نقص ربما يعالج. نعم، إذا كان عدم ذكائه وفطنته بسبب مرض أصابه وله علاج عند الأطباء فليراجع الأطباء مع التوكل على الله سبحانه وتعالى والدعاء لله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعمل الأسباب ويدعو الله سبحانه وتعالى بأن يجعلها نافعة، ويجمع بين الأمرين الدعاء وفعل الأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى. لعل من إجابة الدعاء أن يوفقه الله لطبيب يهيئ له الفرص. لا شك أن تهيئة العلاج وتهيئة الأطباء الحذاق من فضل الله سبحانه وتعالى ومن إجابة الدعاء. جزاكم الله خيرا.